السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. والنهاردة الحذاء الريبك اللي بنستعرضه النهاردة ده هو شكل غريب شوي، يعني أكيد مش اي حد هيقدر يلبس يعني الالوان اللي هي البرتقالي على اصفر على اسود، يعني بالمنظر ده على احمر يعني على ابيض. لكن حسب استخدامك، يعني حسب حضرتك احتياجك ايه. هي بصراحة يبان ان هي هشة شوية، وان ده بقى قماش ضعيف ستان، لا ده قوي، قماش قوي ما يخدعكش، وده حاجة زي الجلد كده ومخمل شوية، ده جلد اقوى مقوى، يعني كل قماش ده مش ضعيف، لا ده خشن. يعني دي الحتت دي زي بلاستيك كده مقوى، الحتت دي بس هي اللي تحس انها ضعيفة شوية، ولكن هنا حواليها في جلد وحماية. هي اصلا يعني الجزمة دي ليها غرض، مش والالوان طبعا الزاهيه دي كده شياكة بس مش اكتر. لكن خلينا نروح بقى يعني سعر الحذاء ده او الجزمة دي. طبعا هنا الفيول فوم ده طلع موضة اكتر من طراز احذية، يعني اللي هو ده كومفورت فوت باد، يعني الدواسة او الفرشة اللي جوه دي بتاعت قاعدة الرجل من نوع معين، مريحة جدا. هنا السعر 9400 روبل، هوريكم سعرها في الاخر بعد الخصم اللي انا بحصل عليه في بونص كده، كان عرض ليا برضو كاش باك. وفي النهاية انا مش عارف دي بتاعت ايه، دي مش عارف اتنضف دي ولا مهم. يعني الفردة التانية هي بقفلتها، يعني المميزات اللي هنا ان دي فيتنامي على فكرة، مش صيني الصناعة بتاعتها. طبعا ريبك غنية عن التعريف، اهم ميد ان فيتنام وفابريك او فيتنام. برضو نركز في المقاسات، ان المقاس الروسي اكبر من المقاس الاوروبي، يعني مثلا لو روسي 43 يبقى مقاس حضرتك اصلا 42، يعني انت لو ماسك 42 هات 43 روسي. فالحذاء ده يعني هينزل تقريبا على الاقل 2000 روبل عن سعره الاصلي، نبقى نشوف بعدين. في حذاء تاني عايز اوريه لكم مهم جدا، اللي هو ده ريبك، ولكن يعني سفينة مركب، والنعل بتاعه اللي هو الفيبرام ده بتاع تسلق الجبال، زي ما انتم شايفين النتوق عاملة ازاي. فعلا لتسلق جبال، والقماش ده طبعا قوي، هو مخمل شوية يخدعك، ولكن مناسب جدا للأنشطة العنيفة. برضو النعل او سوري الفرشة الداخلية مميزة، وميد ان فيتنام فيتنامي، وبرضو حماية من خلفية القدم هنا، كأن بص يعني ده بقية الفيبرام، بقية النعل مكمل لحد ظهر الحذاء او ظهر الرجل. شايفين التغطية لحد فين، يعني هي تقريبا القدم بتبقى وصل حد الحتة دي كده، القدم لحد هنا، والحتة دي بتبقى كمالة كده. طبعا دي لتسلق الجبال، والريبك اللي وريتها لكم من شوية كانت للجري، أحذية متخصصة بتبقى خفيفة على الرجل، وفي نفس الوقت فيها متنفس، وفي نفس الوقت مريحة على قاعدة القدم، وبالإضافة إن النعل بتاعها بيساعد إن هو على إزاحة الأرض بسهولة من غير انزلاقات، فبيخليك تحس إنك أنت بتجري بسرعة ومن غير معوقة، وبتنط لقدام بسرعة.
غير انها بتديك سنة كده ايه من القفز، انك بتحس بالدفع اقوى شوية، علشان النعل مصمم لكده، في حاجة كده زي الياي او السوستة او قوة الدفع الارتدادية من النعل ده. طيب سعر بقى الجزمة الرهيبة دي، سعرها 16 أو 17، مش فاكر، كان حاجة كده 16,000 روبل، 15,999، وبرضو المقاس لو 41 روسي يبقى بالأوروبي 40، يعني لو مقاسك 40 هات من بالمقاس الروسي 41. أظن استعرضناها بشكل كامل، وهوريكم بقى إيه سعرها كام في بعد الخصم. برضو البتاعة دي مش عارف لازمتها إيه، مواصفات هنا طبعا نعل فيبرام، حاجة حدث ولا حرج. يقول لك مواصفاته طبعا الفيبرام ده مميز، الناس اللي عارفة الموضوع ده وغاوية تتسلق. فادي الريبك بتاعت النهاردة 16,000، سعرها بيوصل لاعتقد 12 أو 11,000، تنزل كتير روبل. طبعا 16,000 روبل دول يعملوا حوالي 230 دولار، حاجة زي كده. وكانت هي دي حلقتنا النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.